مرحب بحضراتكم معنا مرة تانية في النور، ولسه مكملين نقاشنا حول ماذا تقول مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ورؤيتها اللي بتعرضها من خلال لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي وكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي المنتظرة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 72. بيسعدنا وشرفنا يكون معنا في هذه الفقرة الأستاذ نبيل شرف الدين الكاتب الصحفي. أهلا بك يا فندم. أهلا فندم. أهلا بحضرتك. ويعني في البداية كده، كيف تبعت أصداء هذه المشاركة وهذه الزيارة؟ وطبعا المشاركة في المحافل الدولية خاصة الجمعية العامة للأمم المتحدة تكتسب دايما أهمية خاصة، لأنها بتبقى منبر للدولة أنها تعرض قضاياها، دورها أو الأدوار اللي بتلعبها، وخاصة في إقليم مشتعل زي الشرق الأوسط. تحقيق. وخاصة مع شخصية يعني عايزين نقول ان احنا ولو كنا فيه يعني اتفاق داخلي بشأنه، لكن في خلاف دولي بشأنه، يعني في دول بتناصبه العداء وفي دول بتدعمه، واقصد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. فبالتالي مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة او فعاليات من هذا الوزن تجمع كل قادة العالم، بالتأكيد دي بتبقى فرصة كويسة، لأن الراجل يقدر يشرح رؤيته للأوضاع في المنطقة والدور اللي بتلعبه مصر في القضايا المختلفة، سواء كانت القضية الفلسطينية أو كانت والقضية الفلسطينية أنا هاجل حضرتك في الكلام عنها، أو القضية المزمنة اللي اسمها مكافحة الإرهاب، أو القضايا المشتعلة والصراعات. بالإضافة لكده كمان في قضية هتبقى دلوقتي يعني الشغل الشاغل للمنطقة خلال العشر أيام الجايين، وهي قضية استفتاء إقليم كردستان على الانفصال عن كردستان العراق، على الانفصال. القضية دي مشتعلة لأن في أطراف إقليمية كتير بتشتغل فيها، وسواء عربية زي العراق أو إقليمية زي إيران وتركيا، وبالتالي في حزمة من المشكلات والأزمات اللي مصر بتلعب فيها دور. مصر بتسترد ملفاتها الخارجية اللي كانت في وقت من الأوقات اختطفت منها صارح قطر أو تركيا أو دول إقليمية تانية في المنطقة. مصر استردت الملف الفلسطيني، لأن الملف ده بتاعنا، الملف ده أمن قومي، اتحل ما اتحلش بس بتاعنا. يعني اقصد ان هو جزء من السياده المصريه او جزء من الامن القومي المصري، ولازم تبقى مصر صاحبه الكلمه وصاحبه المشوره وصاحبه الراي وصاحبه الدعوه لاي حل ايا كانت الامور. الملف الثاني ملف مكافحه الارهاب، احنا بنقع في بؤره الشرق الاوسط، احنا عنصر الربط ما بين شمال أفريقيا اللي بيصدر مهاجرين غير شرعيين لأوروبا وبيصدر دواعش لأوروبا، والناحية التانية عنصر الربط بردك ما بين المشرق العربي ممثلا في منظومة دول الخليج وسوريا، وكمان أصبحت الآن عندنا علاقات يعني أفضل قليلا مما كانت عليه من قبل مع العراق. وبالتالي دي دور مصر هنا محوري في كل القضايا دي، وهم عارفين تماما ان يعني الدوله الوحيده اللي يعول عليها في الاقليم حاليا هي مصر، لاسباب كتير اهمها ان مصر الى حد كبير باتت مستقره امنيا، الى حد كبير ما بقولش تماما لان الامن ما فيهوش 100%. مصر كمان ماشية في مسار خاصة في السياسة الخارجية، مسار متوازن. يعني احنا بنعمل علاقات متوازنة ما بين القوى الإقليمية وبين القوى الدولية كمان، يعني احنا علاقتنا يعني بروسيا، روسيا صديق قديم، يعني كنا حتى بنعمل معاهم مناورات. احنا عندنا ندية حضرتك تقصد دلوقتي مع دول مختلفة، مش قوة بعينها يعني. يعني فكرة استلاب او استحواذ دولة او قوة معينة زي ما كان بيحصل طول عهد مبارك،
ان انا او حتى السادات صاحب الكلمه الشهيره ان 99 من اوراق اللعبه في يد امريكا، الحقيقه يمكن في وقته كان الكلام ده صحيح، لكن في الظرف الحالي بعد مرور اكثر من 30 سنه لا اتغيرت كتير، اوضاع كتير جدا اتغيرت في الدنيا، وبرزت على الساحه الدوليه قوه جديده ما كانش حد عاملها، التنين الصيني. الدب الروسي استرجع قوته واستعاد عافيته واستعاد مكانته الدوليه، واصبح دلوقتي بيسعى اصدقائه القدامى لاحياء العلاقات معاهم، والمسائل دي كلها لها حسابات وتوازنات بتصب في صالح الوضع في سوريا او في العراق او في منظومه دول الخليج اللي هي دلوقتي على صفيح ساخن بسبب السلوك السياسي القطري غير المسؤول. احنا بقى وصلنا لقطر وده لب الموضوع. رئيس بالامس كان بيتكلم على فكره انه قطر لابد ان تظهر رغبتها في التراجع عن السياسات اللي هي بتعملها من خلال قبولها لل 13 مطلب اللي هم مطالب الدول الاربعه المقاطعه. والحقيقه انه كمان يعني في رجه بتحصل في الشان الداخلي القطري. حضرتك لو تكلمنا عن الظروف اللي بتحصل دلوقتي في قطر، يعني احنا عارفين ان بعد خطاب الشيخ عبد الله بن علي الثاني في رجة حصلت في العيلة المالكة، في ناس راحت مع رغبة الشيخ عبد الله، وفي ناس فعلا شايفة انه قطر بتغرق وبالتالي احنا محتاجين اننا نقوم من هذه الكبوة من خلال قبول المطالب او الدخول في تفاوض. رأي حضرتك؟ هقول لحضرتك هو ده قليل يعني من التأمل وبالكثير من الخبرة عن كيف تمضي الأمور في منظومة الحكم في الأسر الحاكمة في دول الخليج بدءا من السعودية ودول الخليج دول مجلس التعاون كلها. لازم نعرف شوية حقائق الأول عشان بنتكلم على أرضية، لأن اللي بيدير هذه اللعبة هي السعودية والإمارات بشكل أساسي، ومصر طبعا معاهم يعني، لكن هم أدرى منا بتفاصيل القبلية، منظومة القبلية اللي بتحكم الخليج كله. يعني دي منظومة قبلية وتوازنات قبلية، مصر مش مجتمع قبلي، لكن احنا عندنا أجهزة معلومات عارفة كل التفاصيل ومتابعة كل التفاصيل وبتقدم دعم لوجستي وبتتعاون برضو مع نظيراتها في السعودية وفي الإمارات وفي البحرين. الحقيقة إن الحل الأخير أنا لا أعول على تميم وتنظيم الحمدين، و يعني أنا لا أعول على إن الحل تميم ومن يقف خلفه وهم والده حمد بن جاسم، حمد بن خليفة، وابن عمه، ابن عم والده يعني اللي هو عمه يعني حمد بن جاسم، دول بيقولوا عليهم تنظيم الحمدين. والعراب بتاعهم اللي هو راسبوتين الدوحة، أنا مسميه راسبوتين الدوحة، اللي هو عزم بشارة، الثينك تانك اللي بيفكر لهم، اللي هو عضو الكنيسة الإسرائيلي السابق، وراجل ده ليه تحولات وليه قصة كبيرة عايزة حلقة لوحدها، عزم بشارة قصة كبيرة يعني. وهو ده اللي أسس أكاديمية التغيير اللي هي مهدت لما يسمى الربيع العربي، وأسس حاجات كتير ولعب أدوار في الكواليس، وهو المستشار وهو العقل المدبر اللي ما بين إسرائيل وما بين قطر. هو لعب الدور ده بتكليف يعني، مش باجتهاد منه، وفي نفس الوقت هو جانا أرباحه بشكل رهيبة بشكل هيلة يعني. حضرتك قلت إنه اللعبة مش في إيدين الحمدين، أمال في إيد مين؟ الأطراف اللي بتلعب في المنطقة؟ الآخر من العائلة اللي هم مين؟ اللي هو اللي بيمثلوا يعني. أنت حضرتك بتقولي في ناس انحازت للشيخ عبد الله بن علي. الشيخ عبد الله بن علي مش يعني مش ناس انحازت، لا، الشيخ عبد الله بن علي ده إفراز للصراعات اللي كانت حبيسة القصور وأصبحت الآن على الملأ.
وفي وسائل الإعلام. تقصد الصراع على السلطة؟ الصراع داخل البيت آل ثاني، داخل البيت الحاكم. خرج من القصور الآن ده، مع ده مش هيظهر فجأة طبعا، ده أكيد سبقته قبل كده محاولات كتيرة قوي داخل القصور والغرف المغلقة لتدارك الوضع، لأن احنا ما يصحش ان احنا نبقى بنغرد خارج سرب الخليج، ان احنا مصالحنا مرتبطة بشكل أو بآخر بمحيطنا الخليجي ومحيطنا العربي. احنا بنعمل كده ليه؟ الكلفة بتاعت ده كبيرة. الأصوات دي داخل الأسرة، داخل أسرة آل ثاني، ودول أصوات العقلاء، وبرضك أفرزت أحقاد قديمة، لأن الجناح اللي بينتمي ليه الشيخ عبد الله بن علي هو الجناح الذي أسس قطر الدولة، قطر بمؤسساتها. جده ووالده وكل دول كانوا حكام قطر، وحصلت انقلابات من جد الأمير حالي تميم، جد اللي هو الشيخ خليفة اللي هو أبو حمد، حصل انقلاب من خليفة على 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 عم الشيخ عبد الله بن علي. فقطر دي عندها تاريخ في الانقلابات، القصور انقلابات داخل القصور. فهم دلوقتي في الخليج وصلوا ان الحل مش هيجي الا من خلال انقلاب قصر. لكن حمد وحمد وتميم ومن يقف وراءهم جميعا جزء من المشكلة وليسوا جزءا من الحل. دول وصلوا لمرحلة أو وصلوا إلى مستوى من التصعيد ما ينفعش يتراجعوا أو يقدموا فيه حاجة. وحتى لما الرئيس السيسي بيطالبوا أنه هو يظهر بوضوح، فهو يسمعك كلام حلو جدا وحيقول أن أنا جاهز، أن أنا أي وساطات، وأن أنا برحب بوساطات. لا بس هو لحد دلوقتي والكلام ده كل ما يتكلموا عن المطالب ال 13 يتكلموا عن أنها ضد سيادة الدولة، يعني هم رافضينها كليا وجزئيا. هم رافضين، عشان كده بقول لحضرتك ان هم جزء من المشكله ومش جزء من الحل. هم مش عايزين يحلوا. طب انا افهم من كلام حضرتك، هم بيلعبوا لعبه الاستقواء. طيب افهم من كلام حضرتك ان الشيخ عبد الله او خطاب الشيخ عبد الله ده البديل المقبول في اعراف الاسر الحاكمه في الخليج. لا خليني اقول لحضرتك انقلاب عسكري، النقطه اللي انا اقصدها ما ينفعش هناك ان انا اسعى لتدبير انقلاب عسكري، ده ما ينفعش في البلاد دي. وما ينفعش هناك ان انا اسعى لتقويه حزب، لان البلاد دي ما فيهاش احزاب، البلاد دي قبائل. انا اقصد ما ينفعش ان انا اجيب واحد بره الاسره خرج الحاكمه، لكن انا بجيب واحد من صلب الاسره، بل ان ابائه واجداده مين هم مين اللي بيجيب؟ نعم مين اللي بيجيب؟ منظومه الدول الرباعيه المقاطعه. ما هو ده كل يعني ده شغل. انا بس عايز افهم، كل ده عايز افهم نقطه. احنا بنشتغل يعني، احنا الخطاب ده خرج نتيجه الصراعات اللي موجوده داخل القصر او عائله آل ثاني، ولا لانه فعلا البعض استشعر انه قطر الحمدين دول داخلين في عند مع الدول الاربعه وكده قطر بتقع؟ يعني ده نتيجه يعني فشل في 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 اداره البلاد من قبل الحمدين فعشان كده خرج هذا الخطاب، ولا لانه الشيخ ده عايز يكون هو في الصدارة في المشهد دلوقتي؟ الاثنين مع بعض مرتبطين ببعض. أولا في حالة من حالات عدم الرضا، وحالة من حالات نقول التذمر. الراجل كان واضح جدا لما اتكلم وخاطب الحكماء في أسرة آل ثاني والعقلاء من شيوخ ووجهاء القبائل القطرية. قطر بتدار ازاي؟ قطر بتدار بنقول تناغم ما بين شيوخ القبائل اللي بتتكون منها دولة قطر والأسرة الحاكمة، وهي إحدى القبائل وليست بالضرورة أكبر قبائل. يعني حتى ده في السعودية، يعني آل سعود مش أكبر قبيلة في السعودية، في قبائل تانية أكبر منها، بس هي الأسرة الحاكمة. وده ضمن توازنات دايما ما بين القبائل دي، وبتمشي الامور هناك ازاي؟ بتمشي بترضيات، ان كل قبيله بتاخد حصه من السلطه وحصه من الثروه. اللي حاصل دلوقتي ان قطر شعبا هو مرتاح ماديا الى حد كبير، الرهان على اضعافه اقتصاديا، هو الرهان ده مش يعني مش مجدي كتير يعني.
لكن الرهان دلوقتي على ان في ناس بيقولوا احنا داخلين خصومه ليس لها اي جدوى، ملهاش اي جدوى. دول اللي بيمثلهم الشيخ عبد الله بن علي، دول اللي افرزوا الراجل ده. الراجل ده تقدروا تعتبريه رمز، او تقدروا تعتبريه الصوت بتاع الناس دي، او الرجل التوافقي اللي توافقوا عليه الجناح المعارض لسياسات الحمدين والغلام تميم. هذا الجناح مش قليل ولا يستهان به، خاصة أن هذا الجناح، وبأكد تاني أن هذا الجناح هو المؤسس الحقيقي لدولة قطر بمؤسستها، هو اللي عمل وزارات، هو اللي عمل إذاعة، هو اللي عمل تلفزيون، هو اللي عمل مطار، هو اللي عمل كل يعني الأسرة. ليه الخطاب ده خرج وتميم موجود في الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ لا ده هو خرج قبليه، بس هو يعني دي بس طبعا اتمهد ده لأن هو برضك أنا لا أنكر بل لا أذيع سرا زي ما بيقولوا لما أقول إن هم إن الشيخ عبد الله يعني بيلقى دعم لوجستي من قبل منظومة الدول المقاطعة، لأن إحنا عايزين نحل، وعايزين نحل حل من داخل العائلة. لأن اللي حضرتك قلته ده مهم، يعني هو أصدر هذا البيان بناء على دعم لوجستي من الدول المقاطعة، ولا هو أصدر البيان في انتظار دعم من الدول المقاطعة؟ لا هو مدعوم من قبلها، من قبلها. هو الراجل مش هيتكلم، دي معلومة. طبعا هو الراجل مش هيتكلم ويخاطب الشعب ويخاطب كبار العائلة ما لم يكن مطمئن ان وراه دول لا يستهان بها كالسعودية والإمارات ومصر والبحرين. ممكن يكون الكويت لها دور في المسألة دي؟ الكويت هنا بتحاول طول الوقت تلعب دور الرجل الطيب، شيخ العرب بس اللي عايز يحل المشكلة. طيب بس اللي عايز يحل المشكلة. لكن أمير الكويت أعتقد أنه انسحب وسحب مبادرته بعد التضارب في التصريحات الأخيرة. وصل لمرحلة إيه؟ وصل لمرحلة الخداع من قبل قطر، وصل لمرحلة التلاعب برجل يعني مش صغير، يعني أمير الكويت، وبالتالي الرجل لقى انسداد للأفق للطرح بتاعه. فأعتقد أن هو وإن لم يعلن انسحابه، رغم أن الدول الغربية الكبرى زي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، دول الاتحاد الأوروبي، ألمانيا وفرنسا وغيرها، بيعولوا حتى الآن على الوساطة الكويتية، لكن أعتقد أن الوساطة الكويتية وصلت إلى طريق مسدود وانسداد أفق، وأن الحل دلوقتي لازم يكون من داخل الأسرة الحاكمة في آل ثاني، وبدعم هذا الجناح دوليا لوجستيا. أقصد إيه لوجستيا؟ أقصد أن الرجل ده حاسس أن في ظهره دول، ودول تقيلة، كفاية السعودية. هو لو في ظهره السعودية بس لوحدها بدون الإمارات وبدون البحرين وبدون حتى مصر، دي كفيلة، لأن معظم القبائل اللي موجودة على الحدود عند منفذ سلوى بين قطر وبين السعودية، دي قبائل نصها سعودي ونصها قطري، وبعضها يحمل الجنسيتين سرا، لأن قوانين الدولتين بتحظر تعدد الجنسيات. لكن بعضهم، بعض القبائل دول، حتى القبائل، في قبيلة يعني بني مرة دول بالكامل نزعت منهم الجنسية القطرية، فورا السعودية ادتهم الجنسيات وادتهم باسبورات. وده في إطار يعني ما تمش في إطار مكايدات بين الدول، لا ده تم في إطار موائمات ما بين الكيانات القبلية، اللي هي في النهاية بتشكل الظهير الشعبي. الدول دي ما بتحكمهاش برلمانات، الدول دي مش كندا، مش بريطانيا، لا الدول دي بتحكمها قبائل. وبالتالي لازم مسألة التوازن بين القبائل ده، ولازم مسألة ان انا اجيب حد من صلب العيلة. لا حد يقدر يشكك في نسبه، ولا حد يقدر يشكك في وزنه، ولا حد يقدر يشكك في تاريخه. هو اللي يقوم بطرح هذه المبادرة بالضبط، علشان هو الراجل ده بيعبر عن جناح قوي جدا، ويتنامى ويخلي الاصوات الخافتة تعلو داخل
القصر. وللحديث بقية. أستاذ نبيل شرفتنا ونورتنا. أستاذ نبيل شرف الدين الكاتب الصحفي بشكرك شكر جزيل لحضرتك، وطبعا أكيد هيكون في تطورات في الأيام المقبلة في هذه القضية تحديدا. على فكرة أنا براهن لحد كبير جدا على أن مسألة الشيخ عبد الله دي هي الحل الأمثل للأزمة القطرية. وأنا متفق مع حضرتك. لأن تميم وخلفه ووالده وعمه دول مش عايزين يحلوا، داخلين لعبة استقواء يعني. شكرك جزيلا شرفتنا ونورتنا. شكرا لحضرتك. مشاهدينا بشكركم جدا على متابعة حلقة النهاردة، وبكرة إن شاء الله حلقة جديدة في النور. تصبحوا على خير. الحقيقة تبان.